نحن اليوم عفاف غير مبارح وأكيد رح نكون غير بكرة، ويعني هي هي الحياة رحلة من التغيرات من التطورات من التبدلات يلي بتتماشى مع كل عصر. لهيك دايما بنقول إنه التغيير هو سنة الحياة، هو واقع لازم نعيشه، لازم نتقبله، نستفيد منه بكل المجالات، إن كانت الاجتماعية الاقتصادية البيئية المعرفية، لنقدر يمكن نحقق أهدافنا وتطلعاتنا ونوصل لمستقبل مستقبل افضل. صحيح هادي، بما انه نحن بشر ومتجددين ومتقلبين، كمان ممكن نتاثر بتغير المناخ، ممكن نتاثر بتغيير الظروف الاجتماعيه، ممكن كمان نتاثر بتغيير الظروف الاقتصاديه وتاثر على نفسياتنا وبرمجه عقولنا وتدفعنا لحتى نحن نغير من وضعنا الاجتماعي ولا المادي ولا نعمل اي تطوير بذاتنا او بشخصياتنا. هادي يمكن كل هاي الاشياء هلأ رح نتعرف عليها إذا كانت تندرج تحت مسمى إدارة التغيير الاجتماعي، ورح نتعرف سوا على كل هاي التفاصيل وكيف ممكن نحن اليوم بظل هاي الظروف كلها يلي بتواجهنا من خلال حياتنا اليومية، كيف نحن ممكن نتغير نحو الأفضل، نحو المكان يلي نحن بنسعى له، نمشي له بالطريق الصح وبالخطوات الصحيحة. كمان رح نتعرف عليها سوا اليوم كل هذا الشيء مع الدكتورة لبنى بشارة، وهي خبيرة تنمية بشرية ودكتورة في العلوم الإدارية. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، صباح مشاهدينا جميعا. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية عطينا هيك لمحة بسيطة عن مفهوم إدارة التغيير الاجتماعي، خلينا هيك نتوسع معك اليوم بمحطتنا ونتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بإدارة التغيير الاجتماعي. بالبداية هذا المصطلح بيتضمن ثلاث كلمات، كل كلمة بتغير كثير بالمصطلح. فأول شيء كلمة تغيير هي بتعني الانتقال أو التحول من حالة إلى حالة أخرى، إما إيجابية أو سلبية، يعني مو بالضرورة هو تطور، لا، التغيير ممكن يكون سلبي ولورا، أو إلى حالة موازية لكن بمواصفات مختلفة. هي معنات التغيير. التغيير الاجتماعي هو اللي بيطرأ على مجموعة من الأشخاص، بيغير ممكن إما بالعادات أو التقاليد أو الفكر، هذا الشيء بنسميه ثقافي، تغيير ثقافي. طب شو فرق عن الاجتماعي؟ بينضاف له للتغيير الثقافي تغير بالعلاقات وأسلوب الحياة، بيصير اسمه تغيير اجتماعي. فإذا أي تغير بيطرأ على مجموعة بيشمل هالعناصر اللي حكيناها بنقصد فيه تغير اجتماعي. مثلا ممكن نقول حالات النزوح، هذا تغير اجتماعي، تأخر سن الزواج، زيادة نسبة العنوسة، الزواج المبكر. الزواج المبكر طبعا بحالات معينة إذا كان منتشر، أنا عم بحكي هلا على الحالات اللي بسوريا. حتى عدم تقبل الزواج كمان، يعني من فئة الشباب بتلاقي كمان بسبب الظروف الصعبة اليوم بتلاقي نسوا هي الفكرة تماما. فهذا كله هو تغييرات اجتماعية. هلا إذا بدنا نضيف لها كلمة إدارة، شو بيصير مع المعنى؟ بيصير هو النظر إلى هي الحالات ومعرفة كيفية التعامل معه وتخصيص الموارد اللازمة لها، سواء بدنا أموال لحتى نحن نقدر ندعم هالحالة إذا جيدة، أو نخفف من آثار السلبية إذا سيئة. فإذا نحن منخصص موارد مالية أو مادية، يعني أدوات ومستلزمات، أو حتى خبراء. بالغرب بعد الحرب العالمية الثانية، مشان العالم تخرج من بعض العادات اللي كانت فيها وتتأقلم على الوضع الجديد، وضع معيشي سيء واقتصادي متدني، جابوا خبراء بعلم النفس، وكان أهم عالم فيهم وهلأ نظرياته تطبق حتى بعلم الإدارة هي إدارة التغيير. لكن بلش بالبداية بإدارة تغيير اجتماعي على تغيير عادات الغذاء، وانتقلت هاي النظرية لتصير علم يدرس في علم الإدارة وتصير بالمنظمات حتى ينشغل عليها. فهي إدارة التغيير الاجتماعي. دكتورة، يعني نحن عم نحكي اليوم، أكيد ما في شخص ما بيعرف شو هو ممكن أنه يتغير ظرف بحياته، إن كان اجتماعي ولا بنواحي تانية من الحياة، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن إدارة هذا التغيير، نمشي فيه بالخطوات الصحيحة. شو هي أهم الأسباب يلي أنا ممكن تخليني يصير في تغيير اجتماعي بحياتي وأنا أعرف ديرة بالشكل الصح؟ كيف أنا مثلاً، أعطيني مثال لظرف صار معي وأدى لهذا التغيير، كيف أنا بدي أقدر ديره بشكل صح؟ هلأ أول شيء في عندنا مراحل لإدارة التغيير. أول شيء، وفي فرق بحالتين، إذا كان تغيير قسري إجباري بيختلف عن إذا تغير طبيعي تدريجي مع الزمن، مع نمونا، مع تغير أفكارنا. صحيح.
بشكل طبيعي، فهذا بيكون مريح. المتأثر بعامل الزمن أو التغير البيولوجي بيكون مريح. أما بدنا نحكي عن التغيير القسري اللي هو نحن مجبورين عليه، مثلا مثل حالات الحروب أو الثورات أو الكوارث الطبيعية، بهي الحالات نحن شو ممكن نعمل؟ أول شيء لما أنظر لمجتمع غير لما أنظر أنا لحالي كشخص. أنا لما أحكي عن نفسي بدي حفز نفسي، بدي أنظر للنواحي للواقع أولا، وبدي أنظر للنواحي الإيجابية، بدي أكون أكثر تفاؤل، بدي أتواصل مع الأشخاص اللي هن صار فيهم مثلي مشان ما أحس أنا بفارق كبير بيني وبين الآخرين، فيصير عندي مشاكل نفسية إضافية. دائما البيئة المحيطة فيني من أشخاص بيشابهوني بظروفهم بتخفف عني. فلهيك هلأ منشوف الكثير من الأطفال اللي بيتابعوا نيت هن عايشين بواقع مختلف وواقع لا يناسب حياتهم، غير أفكار وغير عادات وغير تقاليد، لأنه البيئة اللي عم بيتواجدوا فيها بهذا العالم الافتراضي ما بتشابهون. لذلك أنا لما بدي أشتغل إدارة تغيير على نفسي كمراحل، نفس المجتمع نفس المؤسسات الحكومية، بنمر أول شيء بالمرحلة الأولى اللي هي مثلا بالمرحلة الأولى بدنا نتخيل قطعة جليد بالثلج بالفريزر، طلعنا قطعة الثلج هي متجمدة وآخذة شكل معين. نحن شو بدنا نعمل فيها لحتى أعمل تغيير عليها؟ بدي أعمل أول شيء إذابة، بعدين بعمل إعادة تشكيل لها، بعدين برجع بعملها تجميد. قولبة تماما، تجميد قولبة بعدين تجميد لحتى ثبت الحالة النهائية اللي بدي اياها. لكن طبعا هذا الحكي هلا كمراحل ثلاثة كتير سهل، اما كتطبيق كل واحدة منهم بتتضمن كتير من العوامل. اول شيء مرحلة إذابة الجليد بتطلب مني انه انا مثلا اعرف شو الوضع السائد، شو الحالة، شو الوضع العام، وضعي انا جوات هالوضع العام، اذا عم بحكي عن شخص، اذا عم بحكي عن المنظمة بدي اعرف وضع السوق، إذا عم بحكي على مجتمع بدي أعرف إنه البيئة صار فيها كارثة، فبدي أقدر حجم هاي الكوارث وشو الإمكانيات المتاحة أنا لعوض عن هذا الشيء. هاي أول نقطة. بعدين بدي أشوف شو مدى قبول الأشخاص لفكرة أي تغيير. بالمرحلة الثانية بدي أعمل إعادة تشكيل، بدي بدد الشائعات دائما. شو ليش بدي بدد الشائعات؟ دائما بمرحلة التغيير في عندي شيء اسمه مقاومة التغيير مهما يكون، لأنه أنا قاعد ومرتاح بأي شكل كان، سواء كان إيجابي أو سلبي، فأنا مرتاح فيه ومتأقلم. أي فكرة تغيير هي بدها تغيير المفاجئ. هاي في ناس عندهم فوبيا من قصة التغيير المفاجئ، أي شيء بيحصل معه. تماما. فهون بدي أنا خفف عن هذا الشخص لحتى تقل مقاومة التغيير. هلأ باليابان شو بيعملوا دائما وقدوني يتخذوا قرارات كبيرة على مستوى المجتمع؟ بيعملوا حالة قبول بالأول، بينشروا هذا القرار، بيهيئوا له ظروف ليكون في قبول قبل ما ينفذوا. بالإدارة الأمريكية هي تدرس بعلم الإدارة، لا بينفذوا القرار بعدين بيشتغلوا على التخفيف من آثاره وحدته. تمام؟ ما بياخذوا آراء. لا، لأنه هن بيكونوا طبعا في خبراء عم تدرسهم لاقين هذا الصح، لكن ما بيشتغلوا على تخفيف حدة أو مقاومة التغيير الناتج عن هذا، عن أي قرار، سواء كان حالة اجتماعية أو غيرها. فهون معناته نحن بدنا نشتغل على تهيئة البيئة لما بدنا نشتغل على إدارة التغيير. هلأ هون حطينا إجبار كلمة إدارة، لأن كلمة تغيير اجتماعي ممكن يكون تلقائي، أما إدارة معناته عمل مخطط ومنظم. فأنا معناته بدي مر بالمرحلة الأولى اللي هي أنا إذابة لهي الحالة، أعرف الحالة السائدة، أعرف شو عندي إمكانيات، أعرف حط نظرة مستقبلية وتصور لأنا وين ممكن يكون وين رايحين، طبعا مدروسة، بعدين بخصص الموارد، بعدين بشتغل على تدريب الأشخاص الفاعلين والمؤثرين. ممكن يكون شخص مؤثر مثل يوتيوبر، هو ما عنده مضمون وما عنده محتوى لكن مؤثر، فيه له شريحة تتأثر فيه. فأنا بستخدم الأشخاص الفاعلين بهذا الموضوع لحتى أعمل قبول، بعدين برجع بعمل حالة تجميد عن طريق تحفيز هدول الأشخاص اللي هن قبلوا يمشوا معي لحتى يشجعوا الأطراف الآخرين ليكونوا بهذا التغيير. تمام. ومن الأسباب خلينا نروح لمستويات. أكيد اليوم عنا نحن مستويات أو درجات للتغيير الاجتماعي، خلينا نوضحهم بداية ونعرف الآثار إيمت ممكن تظهر، دي بدأ وقت. تمام. أول شيء في عندي التغيير الاجتماعي ممكن يطرأ على مستوى الفكر فقط، يعني أفكاري تتغير لكن ما روح لمرحلة التنفيذ. هلأ بس يتغير الفكر بيغير لي ممكن العاطفة، بيغير لي الميول والاتجاهات،
فبناء عليها أيضا بيتغير هذا مستوى ثاني، صار بيتغير السلوك. فإذا المستوى الأول ممكن يكون تغيير الفكر أو مستوى تغيير السلوك، ومستوى تغيير التنظيم اللي هو المصالح والعلاقات الموجودة بين الأشخاص. العلاقات ممكن تكون نتيجة مثلا الناس اللي بتشتغل بأوروبا عندها دوام طويل، فتغير شكل العلاقة، ما عاد فيهم يشوفوا بعض غير مرة بالويك إند أو بعطلة بنهاية الأسبوع. غير بسوريا مثلا، ممكن بأي وقت، ممكن بعد الدوام أو المساء أو بأي نهار نمرق لعند بعض. فهذا بيأثر كله على موضوع مستويات التغيير الاجتماعي. هي هي مستوياتها. دكتورة، من خلال الكارثة الطبيعية اللي صارت، كارثة الزلزال، كثير ناس خسرت بيوتها وخسرت أمانة بالحياة، كانت متأقلمة جدا على وضع حياة، يعني ما حدا منا كان متخيل إنه يصير معه هيك أو يترك بيته. هذا يسمى تغيير مفاجئ وقسري كمان وكثير صعب. هون هدول الأشخاص يلي مرقوا بهي الحالات، شو بنصحيهم اليوم لحتى يقدروا مثلا يتأقلموا مع وضع جديد بالبيت يلي انتقلوا عليه، أو هنون ما قدروا يطلعوا من البيت، ضلوا بالبيت يلي هنون ساكنين فيه، ولكن في خوف، في عدم أمان من نتيجة بعض التصدعات بالحيطان، كيف ممكن يتعاملوا مع هاي الحالة؟ أول شيء نحن بنشتغل على موضوع، على ناحيتين، موضوع الإدراك اللي هو الفكر وموضوع العاطفة. أول شيء موضوع الإدراك، لما أنا أدرك تماماً كون موضوعي وأعرف أنه هذا كارثة طبيعية وهي مو بإيد أي حدا، فأنا هون يعني ما في شيء بيطلع بإيدي ساوي أنا أو محيطي بالمرحلة الأولى لوقف الكارثة. هلأ ممكن لاحقاً يصير في عنا مثلاً الهيئة الوطنية مثلاً للتخفيف من الكوارث، هذا لاحقاً، لكن هلأ بالمرحلة الحالية هذا الواقع الراهن. فأنا بدي أتأقلم مع فكرة أنه هذا أمر طبيعي إلهي، صار كوارث طبيعية وبتصير بأي دولة. لما أقتنع بهذا الموضوع، هي أول مرحلة من التخفيف، فخففت عن حالي، سلام داخلي صار تماماً، صار في عندي ما نراحة نفسية ولا نقبول، لكن خف الغضب، امتصاص للغضب. يعني أنا بدي انتقل لليونة النفسية، لأنه الصلابة بهيك حالة ممكن أنا أكسر، ممكن أرهق، ممكن صير مريض نفسي، فبدو يكون عندي ليونة لتقبل، بطل أعرف فكر شو بدي أعمل بشكل صح. أكيد، لأنه لما يكون أنا نفسياً ماني مرتاح، فلا سلوكي ولا تفكيري ولا تعاملي رح يكون مع الآخرين سليم. هي أول مرحلة، فإذا أنا بدي أتقبل هذا الواقع. ثانياً، إذا كان هو رب أسرة أو أم وفي أطفال، فأنا بدي أوجه اهتمامي لرعاية، لتقديم العاطفة والاحتضان الأكبر للأطفال، لأنه تأثرهم، لأن هن اللي عندهم هشاشة نفسية أكبر منا. فأنا بدي أتوجه بهذا الشيء، فإذا بدي شوف أولوياتي، بدي يكون منطقي أكثر. أكيد هذا عبء كتير كبير، والموضوع ما هو سهل أبداً، وكلنا منتعاطف مع، ممكن نقدم أي شيء ممكن نقدمه لهدول الأشخاص، لكن بالنهاية وقت تكون في كوارث طبيعية، هي المراحل هي اللي ممكن تخفف علينا. هلأ بشو ممكن نستفيد؟ هلأ في كتير نواحي ممكن نستفيد منها. أولاً الجمعيات الخيرية، إذا ما كان في استجابة ممكن نشوف الأشخاص الفاعلين بهذا المجال. تعتبر هاي خطوة من خطوات الإدارة؟ إدارة التغيير. هي بهي الحالة طبعاً، هي مو إدارة التغيير، هي مرحلة لمعالجة التغيير. التغيير اللي تم هو كارثة ونزحنا من البيت، طلعنا، تمام، هذا التغيير. أما التعامل مع هذا التغيير هو بيتم على أني أنا أتأقلم وأتقبل وأسعى لتحسين هذا الواقع. الكلام أكيد سهل، التنفيذ كتير صعب. صحيح. أكيد. يمكن اليوم كل حدا عم بيتابعنا بيقلك أنا أمت ممكن إلجأ للتغيير بحياتي، هل هو فعلا شيء مهم؟ هل هو شيء ضروري بس للأشخاص يلي مروا بظروف صعبة أو بمواقف صعبة بحياتهم، هنم بحاجة للتغيير أم لا؟ كل شخص فينا لو كانت أموره مرتاحة لازم يلجأ للتغيير. أكيد التغيير كتير أساسي ومهم بحياة الجميع لسبب، إحنا ما تطورنا إذا لم تتقدم تتقادم. صحيح. فنحن إذا ما غيرنا من سلوكنا أو أفكارنا أو معارفنا، محيطنا هو تلقائياً عم بيتطور وعم بيتغير، فأنا تلقائياً رح صير بالخلف. لذلك التغيير هو أمر ضروري وطبيعي، لأنه تلقائياً نحن حتى لو ما اشتغلنا على موضوع المعرفة وتطوير ذاتنا،
تلقائيا عامل الزمن والعامل البيولوجي بيخلينا نتغير، بيخلينا نفهم طبيعة العلاقات أكثر، بيخلينا نفهم سلوك المحيطين فينا. فلذلك التغيير الاجتماعي هو حالة طبيعية إما تحدث تدريجية أو تحدث قصرية. أنا كتير حبيت الفقرة دكتورة، وعندي سؤال إنه أنا بدي أعمل تغيير بحياتي، لازم أعمل إدارة، فيها كلمات أساسية أكيد. فيها أساسيات فيكي توصف ليهم بثلاث مثلا مراحل أو أكيد. كلمات أساسية؟ تمام. أول شيء بدي أعرف الحالة الراهنة تبعيتي. ثانيا بدي أحط تصور للحالة المستقبلية اللي أنا بدي أتوجه لإلها. ثالثا بدي أعرف شو الموارد اللي بتنقصني، موارد مالية مادية معرفة معلومات، هاي القصص. بعدين بدي أحاول أعمل هذا التغيير بحيث ما أحدث شرخ مع المجتمع تبعي هيك، أو انحلال عنه. هيك بنكون نحن قدرنا نحط خطوات بسيطة أساسية. أكيد بدنا نشكر حضورك معنا لليوم وعلى كل هاي المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها. كنتي معنا اليوم الدكتورة لبنى بشارة، وهي خبيرة تنمية بشرية ودكتورة في العلوم الإدارية. يسعد صباحك مرة ثانية ونورتي. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة ولوجودك معنا لليوم. شكرا.